اخوان السلام عليكم، معكم تاغي عبد اللطيف من قناه افكار ميكس. نتمنى تكونوا بخير وتكون الامور ديالكم بخير. اول حاجه غنديرو غادي ندخلو بلاي ستور في التلفازه، يعني خاصها تكون عندنا تلفازه ذكيه اما سمارت ولا نكونو داير ليها تي في بوكس. ندخلو بلاي ستور غادي نكتبو جدي ام اس اس اجدي، ماشي بلاص ولا اجدي، ما غاديش نلقاو غالبا كاين شي بلايص ما غاديش نلقاهم. بحال ما لقيناهمش غادي نمشيو لجوجل غنكتبو جي دي ام اس اس اج دي وغنتيليشارجيو من جوجل. غادي نتسناو تيليشارجومو، غادي نتبعو هاد المراحل. نديرو اوفرير، سويفون، اوتوريزي. نختارو الدولة اللي انت فيها، مثلا انا في المغرب غادي نختار موروكو. غادي نديرو اكونت هاديك فوقانية، عاودو نوركو هاديك الكاميرا الفوقانية، غنديرو اجوتي ان اليمو، غادي نديرو بي دو بي. في النوم غنكتبو اي اسم، مثلا كان عندك ربعة لي دي في ار ولا جوج ولا ثلاثة كتختار لكل واحد كدير لي الاسم ديالو. من بعد غنكتبو مود باس خاص بالدي في ار، من بعد غنمشيو لسين. سين ملي غنكليكو عليها غادي نمشيو للباركود اللي كيكون في الدي في ار، فغندخل الريزو في الدي في ار، غنمشيو لبي دو بي وغادي نهبطو لتحت. غادي نلقى واحد الباركود، باركود بحال هاد الشكل هذا، غناخدو داك الرقم اللي كيكون تحتو اي بي، غادي نكتبو في السين. من بعد ملي غنكتبو غنديرو ديماري لايف بريفيو، غادي نتعرضو واحد ان سكوند لو دو سكوند. يعني انت دابا كتشوف كاميرات بريفيو لايف في التلفازة مباشرة. التلفازة سوا تكون عندك سمارت، ولا مكانش عندك سمارت يعني ممكن تركب تي في بوكس.
لو ما دولي كاين الاخوان في هذا الفيديو كنتمنى تدعمونا بلايك شير اشتراك في القناه. كان معكم تيغي عبد اللطيف من قناه افكار الميكس. الله يعاونكم. السلام عليكم.